السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في فيديو رقم 7 من Azure Data Protection. النهاردة هنتكلم عن إيه يا شباب؟ كان النهاردة هنتكلم عن الـ Notification. إيه هي Notification؟ Notification دي سيرفيس بتقدمها لك البورتل. أنت كمسؤول باك أب أو كمسؤول بورتل، يعني بورتل أدمنستريتور، بتحتاج إنه تتابع مهامك، بتتابع السيرفيس اللي أنت حاططها على الكلاود. حالتها ايه؟ هل في تم عمليه باك اب بنجاح؟ هل فشلت العمليه ديت؟ هل في اي اخطاء تخللت عمليه النسخ الاحتياطي ديت ولا لا؟ فبالتالي انت محتاج حد يشعرك بخط سير العمليات، وهل نجحت، هل فشلت، هل في اي دروب حصل، علشان حضرتك تعالجها او تدخل تراقب بياناتك وعملياتك دي. طيب احنا علشان بنتكلم في كورسنا عن الباك اب، فهيخلي النوتيفيكيشن دي محصوره على السيرفيسز دي. تمام، منين هروح؟ على طول احنا شغالين على المارس او الايجر ايجنت. خدنا فيه، اتعرفنا عليه، اتعرفنا القائمه بتاعته، عملنا عمليات باك اب، عملنا عمليه ريستور بانواعها المختلفه. طيب اول ما فتحت هنا الايجنت ظهر ليا الجوب، كل العمليات اللي تمت على الايجنت، جميع العمليات اللي تمت، وغالبا هو بيطلع لك اخر عمليات تمت في من خلال اسبوع يعني. تمام، طيب انا كمسؤول باك اب هحتاج اني اراقب العمليات ديت. لو اي عمليه فشل انا هشوفها هنا كتحذير، او اي عمليه نجاح برضو هشوفها كعمليه ناجحه ما فيهاش اي مشكله. لكن هنتخيل مثلا انه انا بعد ما جدولت عمليات الباك اب الخاصه بيا از بوليسي، في اي عمليه دروب حصلت للباك اب ده اثناء مثلا يوم اجازه مثلا، فانا هحتاج انه الايجر يشعرني عن طريق النوتيفيكيشن، هي بيجي لك رساله بالايميل فيها حالة الباك اب، هل هو حالة كاملة، هل هو في تحذير حصل، او حالة متوقفة، مما يعني انه فشل عملية الباك اب اللي انت مجدولها. منين او افعلها؟ منين؟ هنا لو رحنا على الاليرت مفيش اي مشاكل بالنسبة لي الحمد لله، والجوب طبعا احنا استعرضناها مع بعض. طيب افعل خدمة النوتيفيكيشن منين؟ هتوجه مباشرة الى البورتال الخاصة بي والفالت اللي انا شغال عليه، اروح للديتيلز الخاصه بي او البروبرتيز الخاصه بي، وهستعرض الاوبشنز. هلاقي في الجزء الخاص بالمونيتورنج حاجه اسمها باك اب اليرت، هيبدا لو في اي عمليات تحذيريه او اي عمليات فشل هتظهر في الجزء ده، ولكن احنا مفيش الحمد لله اي عمليه. فهقول له لو سمحت انا عاوز اكونفيجور النوتيفيكيشن. هنلاحظ مع بعض ان هي مش متفعله، يعني نوت انيبل، فهقول له لا لو سمحت فعلها لي. فهيطلب مني هنا ايميل يجيني عليه العمليات الاشعار دي، سواء بقى على العمليات الكريتيكال. هنا ممكن احدد الاوبشن. خلينا الاول نمشي مع بعض واحده واحده، واقول له انا محتاج اني استقبل النوتيفيكيشن ديت على الايميل ده. اوكي، هياخده مني مفيش اي مشكله، وهيقول لي ايه؟ هيقول لي طيب النوتيفيكيشن ديت يعني حابب حضرتك تستقبلها كل ساعه، ولا كل ما يحصل عندك اليرت ابدي لك ايميل؟ يعني ممكن يحصل عندك اليرت دلوقتي وبعد 10 دقائق يظهر خطا تاني او عمليه فشل تانيه، فابعت لك ايميل وهكذا. فانت بالخيار، انت وفق احتياجاتك بتخصص الجزء ده. هنا بيقول لك الاشعارات ديت هل هتستقبلها كانفورميشن؟ انفورميشن يعني ايه؟ يعني معلومات عن عمليات الباك اب، هل هي تمت بنجاح، هل هي تمت، الساعه كام، التفاصيل ايه، اللي اتاخد، اللي اترفع، وهكذا. مجرد انفورميشن. او تحذيرات. تحذيرات يعني ايه؟ خلي بالنا انه في تحذيرات، في كريتيكال، في وورنينج، في كريتيكال. طيب بيقول لي هنا التحذير اللي هو الوورنينج، يعني دي حالة بتؤدي إلى مشكلة أو أكتر من مشكلة، يعني في مشكلة واحدة أو أكتر من مشكلة قد تؤدي إلى فشل عملية النسخ الاحتياطي.
اوكي، ومع الايميل بيجي لك عباره عن ستيبس كده ازاي تتعامل مع الحالات ديت، يعني بيقترح عليك حلول. تمام، يبقى نعيد تاني تاكيدا، عمليات التحذير المقصود منها هي حدوث مشكله واحده او اكثر قد تؤدي الى فشل عمليه النسق الاحتياطي، يعني ممكن يفشل وممكن ينجح. اوكي، ايه العمليات اللي قد تؤدي؟ يعني خلينا نقول ان انت حضرتك شغال على فيرجن من الايجنت، مش لاست فيرجن، فده هيعتبر مايكروسوفت او مايكروسوفت هتعتبر ان الحاله ديت ممكن تؤدي الى فشل النسخ الاحتياطي. ده فيما يتعلق بعمليات التحذيرات او الورنينج. طيب ايه الكريتيكال؟ الكريتيكال من اسمه كده هي حاله حرجه، والحاله الحرجه هي برضو حاله او مشكله واحده او اكتر من مشكله، هي تؤدي بقى، مش قد تؤدي، لا هي غالبا بنسبه كبيره جدا هتفشل من خلالها عمليه النسخ الاحتياطي. زي ايه؟ زي لو انا باخد نسخ احتياط الفي ام عندي على البورتال، والسكيورتي انجينير مثلا دخل عمل بوليسي او دخل قفل بورت، مفيش كونكشن بين الفي ام ديت وبين الايجنت، فبالتالي عمليه الباك اب هنا هي حاله حرجه، هتوقف الاتصال بينهم، او ما هيبقاش في تانل بين الفي ام ديت وبين الفالت يمر من خلالها البيانات الخاصه بالباك اب والانفورميشن الخاصه بعمليات النسخ ديت، فبالتالي هنا الباك اب هيفشل. تمام، يبقى احنا عندنا حالتين مشابهين لبعض، حاله حرجه وحاله مجرد تحذير. الفرق بينهم ان التحذير قد يؤدي الى فشل، لكن الحرجه هتؤدي فعليا الى عمليات الفشل. فانت برضو في الجزء ده انت بتحدد الانفورميشن اللي هتجيلك والاشعارات نوعها ايه وطريقه وصولها ليك بعد ما حضرتك تقوم بادخال البريد اللي انت حابب يجيلك عليه الاشعارات، وهتقول له سيف، هياخد منك الانفورميشن وخلاص، هيقول لك اوكي سكسسفلي، ف يعني هتستعد لاستقبال بريد فيه نوتيفيكيشن زي ما اشتغلنا عليه في كورس الاكتف دايركتري، وكان بيجيني نوتيفيكيشن بالستيتس الخاصه بعمليه السنكرونيزيشن بين الاكتف دايركتري اجر اكتف دايركتري وبين الاون بريمسز اكتف دايركتري. طيب في ايه تاني يتعلق بعمليه الايجنت علشان ننهي الجزء الخاص به؟ يتبقى لنا حاجه مهمه جدا علشان ننتهي من هذا الجزء ونكون يعني خلصناه، هي عمليه حذف الفالت. حذف الفالت يا شباب احنا جربنا، لو قلنا تاني ان انا محتاج خلاص ده هستغنى عنه لاستبداله بقى باخر، او لعمليه ابديت، اي شيء يؤدي الى انه خلاص انا هستغنى عن الفالت ده وهكريت مكانه واحد جديد، او هتعامل مع واحد موجود اصلا ايا كان. فلو قلت له ديليت هنا، بالتالي مش هيقبل مني الامر، لانه هيستشعر ان في عمليه او بوليسي شغال هو عليها، بياخد البيانات من الديفايس الخاص بيك وبيطلعها على الاجر، والامر بالنسبه له ما فيهوش مشاكل. طيب اول خطوه علشان يقبل مني عمليات الديليت ديت، انه من المفترض انه زي ما اتعلمنا الفيديو اللي فات تقريبا، ان انا هاقوم بحذف الايجنت واي عمليات مرتبطه به من خلال التول اللي هي الماس، ومن هنا هقول له ستوب وديليت اول اوف ذا ستورد باك اب. تمام كده، ولما هقول له النكست هيطلب مني البن، هروح اخده من البورتال وهحطه له، والدنيا بالنسبه لي جميله. بعد انتهاء الخطوه ديت انا مطالب اني اروح مره كمان للبورتال علشان احذف او اعمل ان ريجستر للسيرفر ده من الفالت اللي موجود على البورتال. فهروح البورتال كده نروح سوا، ومنها هختار الانفراستراكشر الخاصه او الباك اب انفراستراكشر. لو رحنا كده هيطلع لي العمليات ايه المرتبط، هل هو سيرفر او هو ايجنت، هل هو دي بي ام. فبالتالي احنا في حالتنا عندنا ايجنت عفوا، فلو دخلنا كده للايجنت
هيجيب لي بيانات السيرفر والفيرجن الخاص بالايجنت والباك اب ايتم. هو واحد بس، احنا عملنا عمليه باك اب واحده بس، او خدنا فولدر واحد طلعناه. فلو دخلنا كده هلاقي خيار اسمه ديليت. كونكت يعني ايه كونكت؟ هو هيفتح لك ريموت ديسكتوب على الماشين اللي موجود عليها الايجنت. طبعا في حالتنا الماشين ديت المستخدمه في الشرح هي نفس الماشين اللي نازل عليها الايجنت، فبالتالي هو مش هيعرف يكونكت على نفسه. فهقول له هنا ديليت، هيطلب مني السيرفر نيم، هاخده كده كوبي وانسخ. هنا هيطلب مني السبب اللي قمت بيه بانه ليه دلت الداتا، فهختار هنا السبب من الاسباب ديت. فممكن مثلا اقول له والله ده كان عباره عن تيست سيرفر، وهبعت اي كومنت وهقول له اوكي ديليت. هنا الفالت هتديليت معايا مفيش اي مشكله خالص، ولكن خلي بالك ان انت لو دلت دلوقتي من غير ما تعمل الخطوه الاولى انت هيتعذر عليك ان انت تجيب له بن، لان انت فعليا الفالت ما عادتش موجوده. فبالتالي ترتيب الستبس هي اللي احنا بنقول عليها، ان انت بتدخل تديليت الاول علشان يبقى معاك بن، وبعد عمليه الديليت من الايجنت بتتوجه للبورتال وتستكمل خطواتك في عمليه الحذف. احنا ليه بنحذف الفالت ديت؟ لانه احنا يعني حابين نكون منظمين. الموضوع التالي اللي هندخل فيه هو الاجر باك اب سيرفر، تمام؟ مش الاجر باك اب ايجنت اللي احنا شغالين عليه. فبالتالي ريكومندد ان احنا نكرييت فالت جديده ونخصصها لعمليات الباك اب اللي بتيجي من السيرفر. وبكده نكون انتهينا من الجزء الخاص بالكورس اللي بيناقش عمليات الباك اب من خلال او باستخدام الباك اب ايجنت. وفي الجزء الثاني ان شاء الله من الكورس هنستكمل عمليات الباك اب من خلال السيرفر، وهنستعرض برضو شويه عمليات كده خاصه بالرولز بالبوليسي وبالمونيتورنج. طيب كنا سالنا سؤال الفيديو اللي فات، ازاي اقدر اخد حاله النظام او السيستم ستيت من خلال الايجنت على اجر، يعني اطلعها باك اب از باك اب. يعني الهدف يا شباب من الاسئله ديت هي قياس مدى التفاعل مع الفيديوهات اللي بنقدمها، وكمان في هدف ثاني انه ممكن حد في الردود يضيف يعني تساؤل ثاني او يثير قضيه لم نتطرق لها، ففي الفيديو التالي احنا يعني بنشرحها. طيب وبعدين السؤال كان بسيط جدا، يعني احنا خلاص المفروض ان احنا فهمنا عمليه الباك اب بتتم ازاي، الكونفيجريشن، الاشياء دي كلها تعرضنا لها، ولكن هنجاوبه دلوقتي مع بعض. هو يعني بسيط جدا، لو رحنا للايجنت مره كمان اكنسل كده، انا داخل اعمل ايه؟ داخل اعمل عمليه باك اب، نوعها ايه؟ والله سيستم. اوكي، فبالتالي هعمل باك اب من هنا، عندي بوليسي هغير عليها، كل ده احنا خدناه مع بعض وتعلمناه. فهيفتح لي البوليسي اللي موجوده اصلا، هقول له والله انا عاوز اميك تشينج، نيكست، احدد الايتم، الايتم هيكون عباره عن ايه؟ مش فولدر ولا فايل ولا درايف، هيبقى السيستم ستيت. اوكي يا شباب؟ وبكده تاكيدا نكون انتهينا من الجزء يعني جزئنا ده من الكورس. ان شاء الله في الجزء الثاني هنتناول الموضوعات اكثر تقدما. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.